السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صالح، النشرة الإخبارية الأسبوعية نبدأها بالعناوين. اندلاع حريق بسوق للروهينجا في مدينة أكياب بولاية أراكان. حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في ولاية أراكان. صدام داخل المؤسسة الدينية البوذية في بورما. قطر تؤكد دعم الجهود البنغالية إزاء قضية الروهينجا. نزوح 300 شخص من ولاية شان المضطربة في بورما نحو الهند. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اندلع حريق ضخم بسوق جولاد البازار في مدينة أكياب بشكل مفاجئ، تضررت خلاله عشرات المنازل الروهينجية والمحال التجارية. وبحسب شهود عيان فإن الحريق قد شب بشكل مفاجئ مخلفا أضرارا مادية كبيرة، وأن فرق الإطفاء الحكومية وصلت في الوقت المناسب، إلا أنها لم تحرك ساكنا ولم تؤدي مهامها كما يجب، ما أدى إلى احتراق 30 محلا تجاريا للروهينجا. وقد استمر الحريق لساعات طويلة ليطال حوالي 30 منزلا روهينجيا أمام أعين فرق الإطفاء البورمية التي وقفت موقف المتفرج، حتى التهم الحريق المحال التجارية والمنازل القريبة من السوق. تشن القوات البورمية حملة اعتقالات واسعة في المناطق الروهينجية بولاية أراكان، حيث قامت القوات البورمية باعتقال عشرات الروهينجا من أماكن مختلفة في حملة اعتقالات جديدة انطلقت منذ أسبوعين. وذكرت مصادر محلية أن القوات البورمية تنفذ حملة اعتقالات ليلية جديدة في القرى الروهينجية الواقعة ببلدة بوسيدونغ بتهمة إيواء مخالفين وممارسة أنشطة مشبوهة، وتنفذ القوات البورمية حملات مداهمات واعتقالات بصورة شبه يومية في مناطق مختلفة في الولاية لاعتقال الروهينجيين بزعم أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية. وذكرت مصادر محلية أن القوات البورمية في قرية تاون بازار ببلدة بوسيدونغ قامت باستجواب 8 روهينجيين والاعتداء عليهم بالضرب دون رحمة قبل أن يتم اعتقالهم إلى جهة مجهولة. أصدر المرجع الديني البوذي الرسمي تينغا ماها ناياكا في بورما بيانا أوضح فيه أن منظمة ماباثا المتطرفة لا تمثل الدين البوذي الصحيح، موضحا أن الحملات التحريضية التي تتبناها وتدعو لها ومحاولاتها لإثارة النعرات الطائفية في البلاد أمر مرفوض. وتتضمن البيان تعميما عاجلا بإيقاف جميع أنشطة المنظمة ومنع قيادات في ماباثا من إلقاء خطب جماهيرية، كما دعا المرجع الديني الرسمي أعضاء المنظمة وداعميها إلى التوقف عن ممارسة الأكاذيب باسم الدين البوذي. ولفت البيان إلى أن المرجع الرسمي في البلاد سيتخذ إجراءات قانونية إن لم تتوقف منظمة ماباثا عن ممارساتها وحملاتها الطائفية. يشار إلى أن جمعية بوديس دوكترين والتي أنشئت مؤخراً نظمت حملة لجمع التواقيع رفضاً لخطابات الرهبان المتطرفين الذين يثيرون الفتن المذهبية في البلاد. أكدت قطر دعمها للجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش إزاء قضية الروهينجا والتي من شأنها تحقيق السلام وإنهاء الأزمة التي باتت تثقل كاهل بنغلاديش ودول الجوار. وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء إحسان كريم أن دولة قطر أظهرت رغبتها في دعم الجهود البنغالية إزاء قضية الروهينجا، كما جددت التأكيد على دعم كل الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة ومواصلة الجهود لإيجاد حلول دائمة للقضية. ذكرت وسائل إعلام هندية أن قرابة 300 شخص من ولاية شان شمال بورما نزحوا إلى الهند خلال الأيام القليلة الماضية بعد استئناف القتال بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة من عرقية الموغ. وبحسب مصدر محلي فإن المجموعات المسلحة المتمركزة في المناطق الحدودية بين بورما والهند وترتكب عمليات اغتصاب بحق النساء والأطفال. وأفاد نازحون أنهم فروا من بطش المجموعات المسلحة وتسلطها عليهم وقيامها بعمليات وحشية ضدهم. يشار إلى أن ولاية شان في شمال بورما تشهد توترات وتصعيد عسكري جديد بعدما عزز الجيش تواجده بآليات ومدرعات ثقيلة.
مشاهدين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة أرفيجن العربية. شكرا لطيب المتابعة.